راح نقوم بتطوير العمل بالمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة وإنشاء مدرسة للسلامة، بحيث تكون هذه المدرسة نواة تدريبية للعاملين في مشاريع وزارة الأشغال العامة للمحافظة على سلامة المنشأة اللي يقومون بتنفيذها وسلامة العاملين فيها. تطوير الدراسات الخاصة في البنية التحتية في الوزارة، تأهيل الكوادر الكويتية في مجالات معينة، قاعد ندخل دراسات خاصة في مشاريع انها تكون مشاريع مباني سمارت بيلدينج، جرين بيلدينج، قاعدين نطبق مبدأ إدارة المرافق اللي هو الفاسيلتي مانجمنت.